guys. سيب ما توفي قبرك ديالك Good morning life update. I'm gonna host an event today. I've never hosted an event. جامي موقف كثر هشغل هضرت كثر من 40 عبد هكا اليوم ما عمليش حكي حيكون نلعب واحد 100-150 I don't know how I'm gonna do it. I'm not stressed, مانيش مقلقة مانيش ستريسي ما والو ما عمليش علاش ثم يطرحك ينتهى واش كنش بحيبة تشوفي فيا نهاردها يا نفريا عندي اكزام دوكا ما قلتلوش كاعد اكزام هدايا مشي من با اكزام غاد خاباج ليه يا خوتي So hello guys, إناس مزان ما حبتش دير لكم فيديو جديد يا كي شباب زعما خليت لك المكياج وين ماما ما يجيش باب هناكل الحنقيس هذا ماما ما يجيني انتيك هذه هي هذا هو جو سي با Now this is something. I came here 5 years ago and it has not changed. This is so messed up. مامي ما مشيت في طريق وعرا كيما هادي في حياتي خوتي ورانا في 50 تماشا مو افونتور شغل الطريق بزاف ريسكي انا قبلي تبحرنا خوتي انا حاطين هذا كابش نهبطو الانتراج بابا نعاودو نطلعوها
هلا نطلع بس كم كل شتري. وهذه فراني انتي آلاز. تي تكون انا طالعين قلت لكم نطلع في هذا الجبل. هذه والو هذه سهله يبي حمل فوق طويله من هنا لكن نطلع كي نلحقوا فوق نوريكم وين كنا. هكا وين كنا تخرج لك شعب ساكن سحليه كبيره هكذا ما راني نتايا امشي ها وين كنا. ليكو 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 ليك التراب هذا برشا خوتي هم من هبطنا هاوين كنا نعم much as I can describe how pretty this is. It's not enough. Yeah, basically, so like SUV. Hello guys, so basically like we're exploring innit. It's been amazing innit. But one thing that's making me mad is that it's really hot. I decided to do a voiceover because I hated music, honestly. خوتي هنايا, we went down to Algiers, طلعنا شوية with my cousin and my brother. And here it is, I don't know. And went back with my friends up at Bab El Wad. We مشينا بزاف, I don't know what we did. But anyway, we watched this movie, La Dernière Reine. It's an Algerian movie and it was good. Thank you. Ah!
بحال نتوما تستاهلوش ديك شوف فين غادي نروحو خاصه غير تي وير هير اتس سو هوت وين كنت وين وين راح تفضل مع دارني سمش وين كنت وين كنت وي وي ار هايكينج بس انا في شلف خوتي جينا عمنا جينا بلي باثو لهذا البلاصه اللي عملنا فيها طلعنا ابي طلعه في الجبل كنا عم نمشي تحته ليترالي لتحته دوك انا فوقه قطره تاع ما كاش بس نفد معايا لحقوا حنا تلحقنا الاولين وانا ميتين مسخانه تراكتور منا طريق منا البحر fat now my eyes and I woke up to this